السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع سينيترون 32 بوصة LED، به مشكل سوف أريكم. لاحظوا اللمبة الآن مشتعلة، سأضغط على زر التشغيل. التلفاز به صوت والصورة تظهر، ولكن تظهر بشكل خافت، وهذا يدل على أن خلفية الإضاءة للتلفزيون لا تشتعل. إذا هذا هو شكل التلفاز من الداخل. التلفاز لقد فتحته مسبقا، لقد اشتغلت فيه يعني مسبقا، وبعد الفحص والمعاينة اتضح بأن المشكل في الدرايفر ليد المسؤول عن إشعال خلفية الإضاءة. لقد وجدت في الأول هنا مصفت، لقد وجدته محترق، يعني تالف المصفت يكون هنا. استبدلته بواحد آخر وبقي نفس المشكل، وعندما قمت بالتدقيق في الفحص اتضح لي بأن هذا الاي سي يعني هو سبب المشكل. فهذا الاي سي عندما احترق المصفت احترق حتى هذا الاي سي، اصبح لا يقوم بوظيفته. ووظيفة هذا الاي سي هو عبارة عن اي سي التذبذب اوسيليتر، بحيث يخرج موجة مذبذبة تدخل الى جيت هذا المصفت، ومن ثم هذا المصفت يباشر في عملية التقطيع لكي يرتفع الجهد، لأن هذه الدائرة هنا تسمى البوس كونفرتر، وهي عبارة عن رافع للجهد، الجهد الذي تتغذى به اللدات. المهم أصدقائي، هذا الآي سي المعطوب غير متوفر عندي، سوف أقترح عليكم حل. ما دام أن هذا الآي سي غير متوفر، سوف نعوضه بآي سي أوسيليتر أو آي سي التذبذب من نوع آخر، ليس بشرط أن يكون بنفس الرقم، سوف أختار يعني رقم آخر وآي سي آخر، سوف أوظفه مكان هذا الآي سي. ولكن قبل هذا أصدقائي، سوف أقترح عليكم حلان، هما حلان بسيطان، هما ليس بحلان جذريان يعني وفعالان 100%، ولكن هذه الحلول التي سوف أقترح عليكم الاثنان فهي لغرض تعليمي، لكي تفهموا أكثر ويتضح لكم أكثر يعني كيف تمشي الأمور، كيف يشتغل هذا البوست كونفرتر، هو الدرايفر ليد المسؤول عن إشعال خلفية الإضاءة. كما تلاحظون هذه أسلاك خلفية الإضاءة، يوجد هنا أربعة أسلاك، سوف نقوم بإزالتهم على هذا الشكل. إذن كما تلاحظون هنا أربعة أسلاك، سوف ندمج يعني سلكان الأسود والأحمر، سوف نقوم بدمجهم على هذا الشكل، وبالتالي يبقى لنا هنا سلكان. إذن هذا هما السلكان للسالب والموجب لخلفية الإضاءة، كانوا أربعة أسلاك في الأول، الآن أصبحوا سلكان، لأن خلفية إضاءة هذا التلفزيون فهي مقسمة إلى قسمين، كل قسم وله سلكان اثنان، سلك الموجب وسلك السالب، لقد ركبناهم على التوالي. إذن كما تلاحظون في الأخير يعطينا سلكان، هاد السلكان هما اللذان سوف نقوم بتشغيل بهما يعني خلفية الإضاءة. الآن نأتي إلى تطبيق الحلول، تابعوا معي. إذن الحل الأول المقترح، سوف أستعمل هذا الترانزستور بدل المصفت. المصفت كما تلاحظون هنا يوجد ثلاث أطراف، الدران وهذا هو الطرف أو الأرجل الوسطى، ويوجد الجيت البوابة وهي المتصلة مع هذا الآي سي، ويوجد السورس متصل مع الجراوند مع الأرضي السالب، بحيث عندما تدخل الموجة المذبذبة في جيت المصفت في هذا الأرجل تتم عملية سويتشينج التقطيع، بحيث يرتفع الجهد، والجهد الموجود هنا حاليا هو 12 فولت. لاحظوا هنا في هذه الديودة موجودة 12 فولت، وعند عمل سويتشينج في هذه الديودة هنا في هذا المكان ترفع هذه 12 فولت ترفع،
يعني ترفع الى جهد يناسب اللذات لكي تشعل اللذات وتظهر الصورة. فالحل الاول المقترح هو بعمل ترانزستور، وهذا الترانزستور هو ترانزستور لللاين تي اش تي للتلفزيونات العادية يعني السي ار تي، وسوف اشرح لكم لما اخترت هذا الترانزستور. سوف اقوم بتركيبه هنا بدل المصفت. اذا ساركب الترانزستور الكوليكتر وهو الارجل الوسطى، سوف اركبها بدل يعني في مكان دران للمصفت على هذا الشكل، والإيميتر للترانزستور سوف اركبه مكان سورس للمصفت على هذا الشكل. اذا يبقى لنا البيز. تتساءلون اصدقائي، تقولون يعني ركبت ترانزستور، والترانزستور لكي يعمل سويتشينغ تقطيع لابد من دخول يعني موجة مذبذبة في البيز. السؤال هنا من أين سوف تحصل على هذه الموجة المذبذبة؟ سوف أستعمل هذا السلك النحاسي المعزول، وسوف أقوم بلفه في هذا الترانسفورمر. كما تلاحظون هذا الترانسفورمر للباور سبلاي به هذا المعدن الفيرايت. عندما يشغل هذا الترانسفورمر يكون في هذا المعدن الفيرايت او قلب فيرايت يكون مجال كهرومغناطيسي. هذا المجال الكهرومغناطيسي هو الذي سوف نقوم باستغلاله واخذ منه الترددات لكي تدخل الى بيز هذا الترانزستور ويعمل لنا الترانزستور تقطيع. الان اصدقائي كما تلاحظون لقد قمت بلف السلك لفتان، هانت واحد اثنان كما تلاحظون، يعطيني سلكان اي هنا ملف. سوف اخذ جهاز الاوسيلوسكوب لكي اوضح لكم يعني اكثر. سوف ناخذ هذا السلكان ونقوم بتوصيلهم مع جهاز الاوسيلوسكوب او راسم الدبدبات. الان ساوصل الكهرباء، لاحظوا في جهاز يعني الاوسيلوسكوب، رايتم هنا موجود ترددات، وهذا الترددات هي التي سوف ندخل الى بيز هذا الترانزستور. ولماذا استعملت هذا الترانزستور بالتحديد ترانزستور اللاين تي اش تي؟ لان هذا الترانزستور يتحمل ترددات عاليه. ناخذ هذا السلكان، لاحظوا سلك، سوف اضعه او سوف اقوم بتوصيله مع الايميتر او الجراوند او الارضي للتلفزيون او الايميتر للترانزستور. كما تلاحظون سوف اقوم بوضع سلك واحد هنا على هذا الشكل. الان يتبقى بقي لنا سلك هذا السلك، هذا السلك هو الذي سوف نقوم بتوصيله مع البيز، ولكن سوف نقوم بتركيب مكتفة. سوف نختار هذه المكتفة يعني 100 فولت 1 ميكروفاراد، يمكنكم استعمال 50 فولت حتى 16 فولت يعني شغالة، المهم تكون 1 ميكروفاراد. اذا سوف نضعها على هذا الشكل في البيز هنا، وفي الارجل الثانية اللي المكتفة سوف نضع هذا السلك على هذا الشكل. إذا لاحظوا هنا موجودة 12 فولت، ولاحظوا سرعان لما أقوم بتوصيل هذا السلك مع البيز، لاحظوا سوف يرتفع هذا الفولت أو هذا الجهد، رأيتم؟ الآن أصبحت 141 عندما أقوم بإزالته، لاحظوا يعني ها هي الآن تنخفض حتى تستقر يعني في 12 فولت، لاحظوا ها هي 12 فولت. عندما أقوم بتوصيل السلك مجددا لاحظوا ها هي 141 فولت. تتساءلون تقولون هاد 141 فهي كثيرة على اللدات، سوف تحترق اللدات، ليس عليه سحب فهو يعطي فولت كبير، عندما يكون عليه لود فهو يستقر في الفولت أو الجهد الذي تحتاجه
الليدات. الآن سوف أقوم بتوصيل الليدات. كما تلاحظون هذو هما طرفي الأسلاك الليدات. إذا لقد ألحمت يعني أسلاك الليدات، واحد وضعته هنا يعني الموجب، والسالب وضعته مع السالب. الآن سوف أقوم بتوصيل هذا السلك مع البيز. لاحظوا خلفية الإضاءة سوف تشتعل، لاحظوا هنا. إذن أرأيتم، سوف أقوم بتلحيمه. هو الآن خلفية الإضاءة مشتعلة، سوف نقوم بالقياس هنا. لاحظوا يعني حوالي 70 فولت، والليدات مشتعلة. سوف أقوم بالضغط على زر التشغيل، لنرى. إذن كما تلاحظون ها هي الآن خلفية الإضاءة مشتعلة كما تلاحظون. إذن الآن خلفية الإضاءة مشتعلة بهذه الطريقة كما رأيتم، مع سماع يعني تكة خفيفة. فهذه التكة يمكن يعني حلها يعني باستعمال مكتف آخر أو زيادة اللفات أو نقصان. المهم هذه الطريقة قابلة للتعديل. الآن أصدقائي سوف ننتقل إلى الحل الثاني، وهذه المرة سوف أستعمل مصفت. كما تلاحظون سوف أستعمل هذا النوع، يمكنكم استعمال يعني أنواع أخرى، ليس بالضرورة هذا الرقم بالضبط. لقد عملت مقاومة 10 كيلو أوم بين الجيت وسورس المصفت. إذا سوف نقوم بتركيبه. السورس يعني مكان السورس، وهنا سوف نقوم نركب يعني الدران. إذا على هذا الشكل. الآن نأخذ سلك نحاسي معزول كما تلاحظون، نقوم بتلحيمه في الجيت، والآن سوف نقوم بلفه على هذا الملف. هذا الملف هو خاص بالبوس كونفرتر أو الدرايفر ليد لهذا التلفزيون. نقوم بلفه 5 لفات أو 6 لفات. إذن على هذا الشكل، على هذا الشكل أصدقائي. الآن سوف نقوم بتوصيل هذا السلك بجهد 5 فولت. هيا إذن لاحظوا سوف أقوم بتوصيله. أولا سوف أقوم بتوصيل التلفاز بالكهرباء. بسم الله. إذن لاحظوا خلفية الإضاءة سوف تشتعل، لاحظوا في هذا المكان. سوف أقوم بتوصيل في 5 فولت، لاحظوا رأيتم خلفية الإضاءة تشتعل عند توصيل هذا السلك بخمسة فولت. الآن هذه خلفية الإضاءة مشتعلة كما تلاحظون. إذن سوف نقوم بتلحيمه وإلقاء نظرة على التلفزيون. إذن هذه خلفية الإضاءة مشتعلة، وهذا هو الحل الثاني. إذن سوف نطفئ التلفزيون الآن. الآن أصدقائي سوف ننتقل إلى الحل الثالث. سوف أستعمل هذا الآي سي TL494L. ولإشارة أصدقائي في هذا الحل الثاني المقترح، إن لم تنجح معكم الطريقة يعني باللفات، اعكسوا اللفات. إن عملتم هكذا، لفيتم السلك هكذا، إن لم تشتغل معكم اعكسوا اللفات. الآن سوف نقوم بتركيب هذا الآي سي. سوف نبقي هذا المصفت، سوف نستعمل هذا المصفت بالضبط. إذن سوف نقوم بإزالة هذا السلك، لا لزمة لنا به.
إذن هذا الاي سي فهو يشتغل ب 12 فولت. انا لقد قمت بالتعديل عليه بتركيب هذه المقاومات والمكثفات، فطريقه عمل هذا الاي سي فهي سهله وسهله جدا. كما تلاحظون هنا سلكان، هذوما السلكان خاصين بالتغذيه، السالب والموجب، وهذا السلك فهو خاص بخرج الموجه المذبذبة التي سوف نقوم بتركيبها في جيت الموسفيت. ناخذ السلك الأسود، هذا فهو خاص بالسالب الأرضي، سوف نقوم بتلحيمه هنا إذن على هذا الشكل، والموجب سوف أقوم بتوصيله مع 12 فولت. هذا البين هنا إذن على هذا الشكل. الآن بقى لي سلك واحد، هذا السلك سوف أقوم بتوصيله في جيت الموسفيت، في بوابة الموسفيت. وقبل ذلك سوف أستعمل جهاز الأوسيلوسكوب راسم الدبدبات، وسوف نقوم باختبار الآي سي هل به خرج الموجة المذبذبة. الآن سأوصل التلفزيون بالكهرباء، لاحظوا في راسم الدبدبات الأوسيلوسكوب، لاحظوا رأيتم الآن لدينا موجة مذبذبة. هذا هو شكلها كما تلاحظون. إذن الآي سي الآن شغال. إذن هذا السلك سوف أوصله مباشرة مع في الجيت للموسفيت. إذن على هذا الشكل. راح لاحظوا أصدقائي في خلفية الإضاءة سوف تشتعل الآن، بسم الله رأيته. هو شغال. الآن سوف أقوم بتلحيمه. إذن على هذا الشكل. الآن خلفية الإضاءة مشتعلة، سوف نلقي بنظرة على شاشة التلفزيون. هي خلفية الإضاءة مشتعلة بشكل جيد وبثبات. سوف نقوم بقياس الفولت. نأخذ الملتيميتر ونضع الأرضي مع الأرضي. إذن كما تلاحظون هنا 72 فولت، وهذا هو الفولت يعني الصحيح أو الفولت الفعلي لتشغيل خلفية إضاءة هذا التلفزيون، تشغيل لدات هذا التلفزيون. إذن كما تلاحظون الآن 72 فولت، فهي ثابتة مستقرة، والموسفيت لا توجد به لا سخونة ولا شيء، بارد. والتلفاز شغال. سوف أوصله مع ريسيفر. إذن ها هي، هو الآن التلفاز شغال بشكل عادي، إضاءة جيدة مستقرة، لا رمشة ولا شيء، لاحظوا لا ترمش ولا شيء، يعني التلفاز شغال بإضاءة ثابتة وإضاءة جيدة. الآن أصدقائي نأتي إلى نهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.